شرم الشيخ لم تعد مدينة للجمال والطبيعة والسحر والسلام فقط، ولكنها أصبحت مدينة للمستقبل بعد المؤتمر اللي بدأ بالأمس واللي دشن ما يمكن أن نسميه تنمية مصر في المستقبل. مهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة. مهندس إبراهيم محلب أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ وائل. نهني مين بقى في الناس بتهنئ بعضها البعض على المستوى الشخصي وده يحدث لأول مرة، المواطن البسيط؟ نهني مصر، هي تستاهل أكتر من كده، وما كانش ينفع يبقى حاجة أقل من كده. ده حق مصر. ده اللي احنا شايفينه هو ده اللي المفروض أي حاجة في مصر، لأن ده حق مصر علينا يعني. فاحنا بنهني بلدنا وبنهني شعب مصر، إن هو ده اللي فعلا ده يستحقه شعب مصر. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، من اللي بيقوله البعض بدأ يقولوا الآن، يعني امبارح في اليوم الأول كان ممكن نتكلم عن نجاح المؤتمر. أيوة. نتكلم عنه، لكن الناس بتقول النجاح الحقيقي في ان الحكومه تبدا العمل بعد المؤتمر، وحضرتك ألمحت لده. هنعمل ايه بعد هذا النجاح الكبير الذي تحقق؟ هنحوله ازاي لانجاز؟ هو خلاص حضرتك دي خطه النهارده هنبتدي ننفذها، وده اللي انا ألمحت اليه، واللي انا عملت اجتماع النهارده مع زملاء الوزراء، ان بعد ساعات او مش بقى بعد ساعات من الان ازاي فعلا مشروعات النهارده اللي اتكلمنا فيها. يعني انا هشتغل على زياده النهارده الحاله المعنويه. النهارده كل واحد عنده امل. ازاي تستغل هذا الامل في اراده تغيير في السلبيات اللي موجوده عندنا سلبيات. ثقافه العمل الكلام ده. فوسط هذا الزخم من الامل لازم انت بقى تستغل اراده التغيير. إرادة تغيير لحاجات كتير احنا شايفينها غلط ولسه ملفات ما فتحناهاش. سلبيات كتير كانت بتحصل بالزبط. بعد المؤتمر ده يعني لازم، هو عشان اصل ايه، هو الاستثمار عايز مناخ تاني. احنا لازم نبقى مقتنعين ان الاستثمار مش ورق بيوقع او فلوس جاية او لا لا لا، هو نجاح الاستثمار عايز مناخ. مناخ من ثقافة العمل، الايمان بالعمل. زي ما بقول لك احنا مثلا التدريب الفني والتدريب المهني ده موضوع مهم جدا، التعليم الفني. فكل المحاور دي بقى نبتدي نفتحها على اساس مثلا نبقى جاهزين لتطبيق هذه المشروعات. السلبيات نجنبها، ثم يكون في اعداد لاحتياجات الاستثمار، وايضا ثقافه الاستثمار، ان كل واحد يبقى عنده من وهو طالب في المدرسه يعني استثمار. يبقى عندي ثقافة ان انا برحب بالمستثمر، ان طالما هذا المستثمر جاي على اساس بيعمل مشروعات لخدمة بلدي هو هيستفيد وانا هستفيد، بحيث انه ما يبقاش في نوع من ان كلمة مستثمر يعني حاجة ممكن الواحد يفتكر انه هو جاي ياخد حاجة. جاي ياخد ودي ثقافة لازم نغيرها، ان احنا بنرحب بالمستثمر لانه هو جاي يضيف وانا بستفيد وهو بيستفيد. لازم يكون في فعلا فكر ان الاتنين بيستفيدوا، طالما بشفافية وبيدفع حق البلد ناحية الضرائب ومفيش فساد والكلام ده كله، أهلا وسهلا. فدي ثقافة لازم نشتغل عليها. الموضوع الثاني اللي هو بقى سلبيات وثقافة، الموضوع الثاني القدرة على التنفيذ. القدرة على تنفيذ المشروعات دي في أقل وقت. في أقل وقت؟ طبعا أنت بتتسارع مع الوقت، لأن أنت النهاردة لما بتتكلم على محطة كهرباء، محطة كهرباء الأول كان بتاخد 4-5 سنين. لا انت عايز تخلصها في سنه ونص، فلازم النهارده تحشد ناس وبتجهز نفسك كاداره مشروعات ان انت يبقى عندك قدره على التنفيذ، تشتغل ليل نهار 24 ساعه عشان تخلص مشروعات، لان المشروعات الطاقه وكل المشروعات كثير من المشروعات دي هتزود. احنا لما بنتكلم النهارده على النمو في مصر، احنا بنتكلم على النمو مثلا ان شاء الله لو وصلنا له السنه دي 4%، مش ده امل؟ احنا بنتكلم على 30 سنة بعد كده انت عايز نمو 20%. 20% تبتدي الناس بقى تحس بايه في 20-30، تحس ان فيه بقى فعلا بقينا دولة تنشد السعادة، سعادة المواطن. طبعا انا قبل ما اكمل مع حضرتك، شايف الاجواء، شايف الروح الكبيرة بين الناس، حالة الناس ماشية في حالة امان، تم حالة النظام بدقة، حالة التعاون من الجميع، من العامل البسيط للمسؤول الكبير. هو طبعا ما يشانا ده اللي انا قلت لحضرتك، احنا عايزين نعد بقى بعد ساعات نشتبك مع السلبيات.
كل حاجة بقى اللي احنا بنتكلم عليها، مرور لازم يبقى أحسن. انت عارف بيبقى فيه نقط تحول إذا لم يستغلها المسؤول، إنه فعلا دي تبقى بالنسبة له بيبني عليها ويضيف عليها، بتفلت مننا. احنا مش عايزين المرة دي تفلت مننا. انت المشهد الرائع اللي العالم شاهده لمصر، احنا عايزين المشهد ده كل يوم يزيد. وده على فكرة مش مسؤوليتنا بس، ده مسؤولية مجتمع، مسؤوليات كنتوا كإعلام نتكلم. احنا عايزين نقتحم ملف السلبيات مع بعض. نتكلم. بتكسر إشارة ليه؟ ما بتروح الشغل متأخر ليه؟ يا مدرس انت بتزوغ من المدرسة ليه؟ انت القدوة بتاع انت ليه ما بتاخدش غياب؟ عارف كل الملفات الصعبة لازم تتفتح، وانا ابتديت الحقيقة في ان انا بحط ملفات صعبة وبفتحها. وهنا يبقى فيه بقى تنسيق بين المجتمع والإعلام وبين الحكومة، لأن احنا كلنا هدفنا واحد مصر. طبعا. واحنا بنتكلم في بعض الموضوعات المهمة جدا، عاصمة إدارية جديدة لمصر، عايز ألخصه للمواطن البسيط، هذه العاصمة هتفيد في إيه؟ هعملها إمتى؟ هجيب فلوسها منين؟ بص يا فندم، هو بلا شك النهاردة خلينا نقول ان العاصمة وسط القاهرة النهاردة المكتظ بكل المصالح الحكومية والمكتظ بكل الشركات والكلام ده، ما بقى خلاص بقى فيه نوع من الاختناق، واحنا شايفين هذا الاختناق. طب احنا خلينا بقى نفكر 10 سنين قدام هيبقى الوضع ايه. فكان لازم النهاردة ان احنا نفكر في عاصمة ونختار موقعها بحيث انه يبقى فعلا مرتبط بالعاصمة القديمة، مش على بعد، لان النهارده عبقريه المكان انه جنب المطار 35 كيلومتر، وبعيد عن وسط البلد اللي موجوده حاليا 45 كيلومتر، بعيد عن السويس 80 كيلومتر. يعني موقع العاصمه موقع وسطي لكل مناطق النشاط اللي موجوده. طب احنا هذه العاصمه الجديده احنا فكرنا في حاجه تليق بمصر، لان لما حضرتك تشوف العاصمه القديمه اللي هي فعلا سواء من زمان، اللي هي مثلا بنتكلم على القاهرة الفاطمية، وحاجة بالنسبة لوقتها كانت حاجة تحفة. ثم القاهرة الخديوية، كنت زي باريس وأحلى من باريس. دي لقيت مصر الدنيا بتتغير. فأنت النهاردة لما بتيجي تبص في بعض المدن التانية وتقول الله دي مش لا، انت مصر تستاهل بقى أكتر من كده. مصر تستاهل أحدث حاجة في العالم، وعندك مقدرة سواء ابتكار سواء قدرة تنفيذية. طب الوقت الأموال، طب ما احنا النهاردة وقعنا مع شركة من الشركات انها بتيجي بتستثمر في هذه العاصمة في المرافق في التنمية، بحيث في العاصمة الجديدة. طبعا في العاصمة على طول وقعنا اي وهيبتدوا. ده انا حتى بقول لرئيس الشركة على فكرة احنا عايزين نبتدي مش بعد شهر، بعد اسبوع. وعدني لازم وتيرة العمل تبقى سريعة جدا، ودي لمصلحة الجميع، لان هو النهارده يوم ما بيبتدي، يوم ما بيرفق، يوم ما بيعمل طرق، يوم ما بيحط تصميم تنفيذي، ده بلا شك ايضا هيبتدي يسوق. طبعا يعني ال 45 مليار دولار اللي هي تكلفه العاصمه الجديده دي، ده المرحله الاولى. ده انت بتتكلم على حاجه، بتتكلم 500 مليار جنيه على مثلا زمن بتاع 15-20 سنة. ده لن يكبد خزينة الدولة، لكن انا هستطيع ان انا بلا شك ده اضافة اسوق واستفيد. بلا شك ده اضافة، لان حضرتك النهاردة انت بتشارك كل مستثمر. انت النهاردة شوف فكرنا الجديد النهاردة، ان مش هنبص للارض اللي هي يعني طب الارض بدون تنمية تساوي ايه، لكن لازم في نفس الوقت تحافظ على قيمة الارض وتنميها، بحيث ان ايه اللي جاي يستثمر يستفيد، وانت كمالك للارض تستفيد مرتين، مره في الشراكه ومره بفرص عمل وباضافات لولادك. طيب سؤالي الاخير، المساعدات اللي قدمتها دول الخليج، بعض الحاقدين، وانا مش عايز اتكلم عن الحاقدين في ظل هذه الاحتفالات، بس يقول لك ايه ده، يا مصر هتعتمد على المساعدات او هذا التعبير، مع انه هذه الوفود قالت نحن نستثمر في امننا القومي. حضرتك رديت على السؤال، يعني اولا ده مصير مشترك. ومصير مشترك، ان لما يبقى مصير مشترك يبقى انت عايز فعلا الامن يكون يستتب في كل المنطقه. فاذا النهارده دعم مصر الحقيقه دي بتبقى حاجه فعلا نوع من التكامل بين البلاد العربيه وبين المنطقه، لان دعم مصر
واستقرار مصر هو استقرار للمنطقه كلها. وبالتالي انا لما بدعم حاجه بتاعتي انا، لان كله انت امبارح ما حسيتش ان احنا عيله قاعده كده، عيله الجميع صح، حتى المواطن البسيط مهتم وكانه داخل القاعه معانا. حسيت امبارح بشعور العروبه. عيلة. طبعا عيله، لو دي دعم انا جاي ادعم جزء مني، هو ده اللي لازم ننظر اليه ونشكر. يعني الحقيقه بنشكر كل من دعم مصر، المنطقه العربيه، الاخوه في الخليج. انت شفت رؤساء الدول الاوروبيه كانوا بيتكلموا ازاي؟ احنا كنا لسه بنتكلم، ممثل اسبانيا تحدث بحماسه وبخطابه عن مصر تفوق ما تحدث به المصريون. وبصدق الحمد لله استاذ. ورئيس وزراء ايطاليا الحمد لله، ورئيس وزراء اثيوبيا ايضا، سنسبح معا، لا اما نغرق سوا لا اما نسبح سوا ان شاء الله. شكرا استاذ وائل، الف مبروك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.